السلام عليكم، صباح الخير. أزول، أنا بارتاجي معكم فيديو الصبحية هذه. هادو هما اللي كما نقول احنا اللي زار شارع تاع البلاد هذه في شيكاغو، في السيت تاع شيكاغو. هنايا يعطيوكم يعكم تكم دي زابارتمون F2 F4 F، ماكسيموم F4 هادو لي زابارتمون. و سا دي با الدخل تاعك تاع الشهري يبارطاجيوه باغ 3 هكا ولا ما عرفليش. الور تتخلص غير اون سوم صغيرة، $100 في الشهر. او كاين عندكم الحسين الحو مقرا واتساب هذا طولي دائما هنا وهذا هي هاي طول غورين مو مالغرين ابارتمنت. هذا بروجي يعطونهم بروجيكت باللغه الانجليزيه، معنا دي بروجي كن نترجموها الفرنسي. وانا لا بليبار منهم يسكنوا فيه معنا لي زاميريكان افريكان، معناها السود تاع الامريكان كما نقولوا حنايا. هاك تشوفوا البولفوار طويل شعر طويل، على بالك الدنيا ساكته الصباح، من بعد شويه تشوفوا واحد الزقار لهنا في حس يما هذيك راح تخرج الكلب تاعها صباح ربي. عمك صافي لونطون ما درتش فيديو، لا ديرنيير فوا درت فيديو كيما هكا صافي كانت في بالك في مون جوي هكا كل اوت. كيما قلت لكم كاين دي بروغرام في البلاد هادي يعيطولها بلغة يعيطولها سيكسيون 8 هي سيكسيون 8. الناس اللي عندهم وكان يعطيهم دي بون تاع سكنة سما هي نورمالمون هادو F2 F3 F4 نورمالمون القيمة تاعهم تكون واحد من $700 حتى $1200. صاتي با دخلت الانسان هذاك يقدر يخلص حتى $100 بار موا ولا $150. هذه هي وعندهم دي كونديسيون. بكري كانت بكري في التسعينات هنايا الناس اللي حكاو ليا، انا جيت في اواخر التسعينات، نحكي لكم في التسعينات في لي زاني 80 كان سيستم شويه مرخوف، كان الناس تدير كوارت هنايا ولا لا دي الامريكيين حتى من المهاجرين تاني يدرحوا كوارت ويعطيهم دي زابارتمون كيما هكا راه عايش. كيما نقول لك اخوانا المغاربه فافور باطل قالوا ولا لا دي من بعد مع الوقت هكا صراو دي بروبليم. كانوا عندهم دي بروجي هنا في شيكاغو في النور جيش من فوق من بعد كما نقولوا حنايا سنتر في يعيطوا لهم دي بروجي. هذوك كانوا مشهورين في البلاد هادي بنوهم في لي زاني سوا واقيلا في الستينات ولا اواخر الخمسينات، يعيطوا لهم لا غير نسيت الاسم تاعهم كابلي جرين يا هادو كانوا بزاف لي بروبلام فيهم، كان بزاف كانت فيهم مافيا، كانت فيهم بيهم لا دروك. شوف الحوايج جامي سمعت بهم وشتهم في حياتك حتى ولا عندهم تريطوار وحدهم ولا رادم حتى باش يعني الحكومه باش دخلت عليهم دخلوا عليهم بلي زوليكوبتر وهاديك باش يعني يخرجوا هذوك لي جانغ نقولوا حنايا العصابات. كاش راني نحكي لكم المواضيع هادو، انا ماشي سمعت انا حكاهم لي الناس اللي ساكنين في اللي كانوا ساكنين في زار شهر هادي دي امريكاني ماشي عرب ولا جزائريين ولا يعني مغاربه ولا توانس، يعني دي امريكيين معناها بلاد البلاد هادي. اكو تشوفوا كما حنا في الشرق نقولوا الطحطحه، اكو تشوفوا في الجهه هادي من بعد شويه تولي تاع يجيو هذوك تاع الكنيسه ماشي الكاثوليكيه، الكنيسه تاع لي كريتيان تاع
الكحاش تاع البلد هادي. انا كي نقول كلمه كحاش ماشي قصدي نسبوهم ولا انا في الجزائر كنت تسموهم النواقره وتسموهم هكا يعني نورمال نتوما عندكم ما تحشموش. انا واحد خلقه ربي تسميه نيغر ما سي بارات نديرو هذا هي هما يسمونا حنا يسمونا لي بلون حنا نسميوهم النواقره ونسميهم الكحاش ولا نسميهم هو خلق ربي خلق ربي كلنا كاع جينا من بنو ادم كنا هنايا يديروا الصلوات بعد شويه برك شويه البرد ما يجيوش اليوم بصح بالحد كل هذا اللي تشوفوه بالموسيقى وهذيك شغلها في ليزاني 70 هكا. المهم هاك تشوفوا البولفار هذا شحال خاوي كان والو باكم حكمني واحد المرض ما على باليش لكن كوفيد 19 يعني كورونا ولا ما على باليش واحد المرض حكمني له 2 ويكس كما نقولوا دي سيمين يعني با يعني فريمون ما راحش نخدم على الكاتشور بصح درت التست هذاك تاع الكورونا يعني خرج نيجاتيف حكمت لي ان خاطرش الطبيب كي مشيت عند الطبيب قال لي كاين دي فيروس هكا في الوقت هذا و كاين فيروس يعني يشبه الكورونا والانسان يطيح الانسان صراحه يعني كون ما جاش الانسان الجهاز المناعه تاعو قوي بالك راني كنت مشيت للسبيطار والحمد لله الانسان راه ريكيبيرا كنت تشوفوا بلا ما ندير لكم شروق الشمس راهي 7 تاع الصباح تقريبا بكري كنت ندير دي فيديو في الجهاد من بعد تحبست تسمى رحلت ومن بعد رجعت هذه هي بالك نبوستي الفيديو هذا بالك ما نبوستيش ما على باليش يا نسلموا عليكم كاع نسلموا لي زامي لي زونسيان يوتيوبرز اللي عرفوني اللي ما جاو يشوفوا عليا حنا بدينا يوتيوب 2000 انا بديت 2008 نشفع عليه حتى الدرك اواخر 2007 2008 حتى الوقت حتى واحد الوقت كان 2009 من بعد حبست صراد خاطرش كنت عندي انشان بكري باند بلعوها لي المهم درت انا غلطه رحت حطيت فيديو هكا بدون اوتوريزاسيون في الوقت هذاك عيطوا لها كوبي رايت قلعوا لي الوحده تاعي كان يبعثوا لي دي ميساج من بعد واحد تاعي تلانسا بزاف يعني بو مع السلامه يوتيوب تاعي لوبسيدو تاعي الاول كان اسمه رامي 007 002 شبع لي حتى الدرك المهم كان عندي دي فيديو شابين في هذاك الوقت راحوا كاع تسمى كانت عندنا واحد الموفمون كنا فيه تاع لا كوميونيتي تاع يوتيوب مع لي تاع وانا دي زالجيريان لي هنايا ولي في البلاد ولا بلي بار هنايا وفي اليوروب كنا بزاف دي كنا كومونيكاسيون مع بعضنا بارطاجيو كانش الوقت هذاك تسب واحد اللي بزو واحد يكري اون اوبسيدو فونطون بدا يطيح يجي يكسر معاك كنا نديرو دي فيديو هكا من بعد هكا نقصروا على كام مواد دي فيديو مع العشيه نكونكتيو في سكايب على ليبوك كان سكايب ما كانش يعني ماسنجر واتساب وهادو لافيس بابك كحه مازال في العرض عندكم واحد البلاصه من بعد هاي كوبي هاي تدوي خلينا نقطعوا الطريق هادي واحد ما كان على صباح ربي تلقى دوك تاع لي سيكليست دوك بايكرز هاي هاي اخواني ما تنساوش الشهداء اللي ضحوا في سبيل الوطن حتى اثنين شوفوا على الغنيه هذه اناشيد ماشي اغنيه كنا نقراو كنا دائما يوصل وقت 1 نوفمبر دائما نديروا يحفظونا اناشيد يعني اناشيد وطنيه كما نقولوا هنا مهما كانت بلادنا يعني ناس تحات البلاد هذيك
مليون ونصف شهيد يا صاحبي، باش تياتو اللي عندك لا ليبرتي، تحر الحريه تاعك، تاكل وتشرب، ولا كرحت البلاد ترفد باجاجك وتقود، ولا تروح تعرف بحرقه في بوطي. والسلام عليكم، ما بعد شويه.